يقول في الحج يا شيخ، إذا كان الإنسان عليه ديون يقولون بأنه لا حج لك وعليك دين. نعم، إذا كان ماله لا يتسع للدين والحج فإنه يقدم سداد الدين لأنه ليس عليه حج في هذه الحالة. أما إذا كان ماله يتسع لسداد الدين ولنفقة الحج فإنه يلزمه الحج ويسدد الدين قبل أن يسافر لتبرأ ذمته. نعم.